أسراب كثيفة من الجراد تجتاح بصورة مفاجئة مزارع المواطنين في محافظة مأرب وتلحق أضرارا بالغة بالغطاء النباتي والأشجار المثمرة منها الفواكه والحمضيات، الأمر الذي ضاعف قلق المواطنين من مخاطرها على الإنتاج. هذه المزارع جزء بسيط من المزارع في الوادي. الجراد الآن يعتبر على المراحل، أربعة مراحل تقريبا عندنا، الصغير والكبير والمتوسط يعني أكل الأخضر واليابس. آفة فتاكة ومدمرة حلت على رؤوس المزارعين هنا، إذ أنها تكتسب خطورتها المضاعفة من كونها وجدت بيئة مثالية للتكاثر والعيش، واستباحت المساحات الخضراء في محافظة تشكل الزراعة نشاطا رئيسيا لأبنائها، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى البلاد في إنتاج المحاصيل الزراعية. وإلى جانب ذلك، فإن كلفة الخسائر الناجمة عن غزو الجراد لمزارع مأرب قد تأخذ حجما أكبر بالنظر إلى شح الإمكانيات لمكافحتها، سواء لدى مكتب الزراعة التابع للسلطات المحلية أو لدى المزارعين. نعاني من الأوبئة مثل الحشرات والجراد التي تعاقبنا تدخل أخرى، يعني أيام ووزارة الزراعة لن ترينا أي اهتمام، أو يعني لا سواء يعني المكاتب ولا يعني الدولة ولا يعني حتى لا بالأسمدة ولا بالمبيدات ولا بالتشجيع الزراعي ولا بال يعني فندعو مكتب الزراعة أن يلي اهتمام المزارعين الذي يضرروا من هذا الوباء. يطلق المزارعون مناشدات لإيجاد حلول عاجلة وتدخلات سريعة تنقذ ما يمكن إنقاذه من المحاصيل الزراعية في موسم قد يعودون منه بخفي حنين. يأمل الناس في مأرب ألا تتأخر الاستجابة من أي جهة كانت لمكافحة الجراد الذي غزا مزارعهم، وإتاحة وسائل أكثر جدوى بأيدي المزارعين لمواجهة هذه التحديات بما ينمي الإنتاج ويسهم في دعم هذا القطاع الحيوي المهم. لبرنامج أسبوع البلد مأرب.